هاي أول مهرجين ظهروا بمصر القديمة بالسلالة الخامسة من حوالي 2500 سنة قبل الميلاد. كلمة كلاون مشتقة من الأيسلندية كلوني يلي بتعني شخص أخرق. بيتم تسمية المهرجين بجويز بالولايات المتحدة تيمناً بالنجم الإيمائي جوزيف غريمالدي يلي كان أول مهرج بيدهن وجهه بالمسحوق الأبيض بدل ما يلبس قناع. في قوانين خاصة بمزاولة مهنة التهريج بأمريكا تماماً مثل الطب والتعليم والمحاماة، وبيتعرض يلي بيخالفها للاعتقال ومنع مزاولة المهنة. من هالقوانين نشر الضحك بشكل حصري وعدم إخافة الناس، عدم التدخين أو شرب الكحول بلباس العمل، عدم السكر وتغيير ملابس فوراً بعد انتهاء العمل لتجنب أي تصرف ممكن ينعكس بشكل سلبي على صورة المهرجين. مين قال إنه عدد كبير من الناس بيعانوا من الكولروفوبيا وهي الخوف من الكلاونز؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.